السلام عليكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم، ورمضان مبارك إن شاء الله، والله يعيده علينا وعليكم بظروف أحسن يعني إن شاء الله. طبعا هي فكرة حلوة اقترحها الأستاذ حسان أبو زهير، أنه ممكن نبدأ إحنا بالسيفتي، لأنه السيفتي مثل ما تعرفه هو يعني بزنس أفري ون، يعني مو هو فقط للمختصين. طبعا عنوان المحاضره اخترتها هي بيزك، يعني المفاهيم الاساسيه للسلامه والصحه المهنيه في بيئه العمل. يعني لما نقصد احنا في بيئه العمل، هي مو بس فقط المصانع والمعامل، هي ممكن تكون حتى المطابخ اللي احنا اليوم قاعدين فيها، يعني البيت، ممكن يكون طريق، ممكن يكون المخبر بالجامعه، اي بيئه ممكن اللي نحن نقصد فيه. طبعا شعارنا بالجلسه هي دائما ستارت سيف ستي سيف، مثل اليوم يقول ستي هوم يعني ستي سيف. مسموع يا استاذ؟ ما بعرف الصوت. تمام، مسموع واضح. تمام. طبعا فهي انا لخصتها هي انه احنا دائما مثل ما تعرفوا الاساتذه، اهم شيء احنا يعني الاتش اس اي اللي هي هيلث انفايرمنت، لها ستاندر ولها كود، واليوم هي موجوده بكثره، في منها الاوشا، في منها الاويش، في منها النوبش، في يعني في امور كثيره. انا مجرد بس اعرفها تعاريف، يعني هي مراجعه حتى. ممكن كمان ندخل على الديفولبمنت للستيج، انه كيف السلامه كيف تطورت، يعني ممكن ندخل على المراحل الاخيره من 1950 لليوم هذا، مع انه هي بدات من 1800 حتى. يعني نحكي على كم خمسه ستيج منها. كمان نحكي على ثقافة السلامة اللي هي سيفتي كلتشر. طبعا احنا بالمرحلة الأخيرة اليوم هذا هو أهم شغلة وصلوا عليها هي السيفتي كلتشر، راح نعرفها تعريف ونشوف شو تعني السيفتي كلتشر بشكل عام. كمان ممكن احنا راح نشوف شو يعني هازارد وشو يعني ريسك. دائما حتى أحيانا يجوني مدراء بالسيفتي فأسألهم، لأنه السيفتي اليوم هذا صار تخصص، صار فرع تخصصي وصار يدرس بالجامعات، ومن السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. حالياً حتى الغير متخصصين صار تدخل مادة السيفتي إدهم من السنة الأولى. فراح دائماً كنت أسأل سؤال، شو الفرق بين هازارد وريسك؟ راح يقول لي طبعاً هي راح نشوف شو الفرق بيناتها، احنا نسميها بالعربي خطر ومخاطرة، وكيف نعمل استيميت للريسك، وكيف نعمل كنترول على الريسك. كمان راح ندخل احنا بعملية شو مفهوم الحادث، يعني دائما كمان شو يعني اكسيدنت، شو يعني انسيدنت، شو يعني نيرمس، ومسببات الحادث. طبعا كل وحده من المعايير والمفاهيم هاي هي ممكن كورس كامل كنا ناخذه ونتعرف عليه. طبعا مثل ما تعرفوا مفهوم السلامه هي مجموعه من الاجراءات والقواعد. طبعا لما اقول اجراءات معناته في كود، في ستاندرد، في بروسيجر، في كراتيريا. الهدف منها دائما توفير بيئة عمل آمنة، بيئة عمل يعني خالية من المسببات التي تؤدي إلى الإصابة وتؤدي إلى الأمراض المهنية وتؤدي إلى الحوادث. والحوادث ممكن راح نشوفها، ممكن تكون ماينر بسيطة، ممكن تكون مجر، وراح نشوف احنا ليش يعني واي سيفتي مانج. لكن لما اقول مجموعة من الإجراءات، مجموعة من القواعد، فدائما القواعد السلامة أو السيفتي مثلها مثل أي أمور أخرى، مثل الأمور التكنيكال اللي دائما هي مبنية على كود ومبنية على ستاندر. ودائما المهندس إذا ما عنده داتا وكيف يتعامل معها، صعب إنه يطور خبرته. حتى لو كان هو خبير، يروح لمن يروح لازم يكون هو عنده ريفرنس، الريفرنس دائما اللي يعتمد عليه. فدائما اذا لمن يلم هو بالريفرنس وبالاجراءات، هو صار سيرتيفايد، يعني ممكن يكون سيرتيفايد بالاوشا، سيرتيفايد بالنوبش، بهالامور. طبعا بعض السلايدات امر عليها سريعا لانه هي اوريدي احنا نعرفها، بعضها نوقف عندها شوي. طبعا لما اقول سيفتي، احنا دائما في مصطلح نقول والله الامن والسلامه. طبعا احنا نعرف انه السكيورتي هو غير السيفتي، السكيورتي كمان هو جزء من السيفتي، راح نشوف نفرق بيناتها شو انواع السيفتي. يعني ممكن نسمعها لاول مره نقول مثلا اوكوبيشنال سيفتي، ممكن نقول بروسيس سيفتي، ممكن نقول ايكواليتي سيفتي، سكيورتي، انفايرمنت، هاي كلها مصطلحات صارت تفصل. يعني
لكن المفهوم العام لها هي الخلو من الخطر. طبعا كلمة الخلو من الخطر هذا صعب، يعني دائما الخطر هو موجود، لكن انه احنا انه نتحكم بهذا الخطر، يعني الإقلال من المخاطر إلى مستوى مقبول أو ما يسمى بألارب. إذا مر معكم هالمصطلح، شو يعني ألارب؟ هي as low as reasonably practicable. شو يعني الكلام هذا؟ أنه دائما إحنا متحكمين بالخطر، مثل ما اليوم إحنا كورونا هو خطر، خطر بيولوجي. رح نشوف كمان شو أنواع الخطر، هل هناك في تحكم بهالأمر هذا؟ شو يعني تحكم؟ كمان رح نشوف منها، مثل عمليات العزل هي نوع من أنواع عمليات الإليمينيشن، إنك تزيل الخطر، عمليات الإنجري كنترول، عمليات الأدمنيشن كنترول، إن شاء الله كمان نحكي عنها شوي. طبعاً شو يعني هيلث؟ إحنا قلنا سيفتي، هاي تعريف سيفتي. شو تعريف مثلاً هيلث؟ طبعاً حسب الصحة العالمية، الصحة هي لها ثلاث جوانب أساسية، سواء كانت الجسدية، الفيزيكال أو المانتل أو السوشيال. انه الانسان هاي تعني الصحه العامه، يعني الصحه تعني الصحه النفسيه، الصحه الجسديه، الصحه الاجتماعيه. يعني شوف اليوم تاثير احنا بالحجر الصحي كلها، ما عدا ان شاء الله الصحه الجسديه هي سليمه، لكن في تاثير على الصحه النفسيه وفي تاثير على الصحه الاجتماعيه. الاوكوبيشنال هيلث او الصحه، ما يسمى بالصحه المهنيه، الصحه المهنيه هي جزء من الصحه العامه. طبعا هاي ايمت هي حددتها الصحه العامه؟ عملت لجنه من 1950 اللي هي كانت بعد الحرب العالمية الثانية وبداية التطور الصناعي بشكل كبير، وصارت في مصانع وصار في معامل وصار. طبعا دائما راح نشوف احنا القوانين، قوانين اللي هي ستاندرد والكود، هي ما اجت فجأة، دائما اجت بشكل، دائما احنا نسموها بالانجليزي continual وليس continuous. شو الفرق بين continuous و continual؟ الكنتينيوس انها تكون الخط لينير، الكنتينيوال هي تدريجي مثل الدرج، انك تكون انت ماشي ستيب باي ستيب. واي كود او اي بروسيجر اليوم موجود هو له تاريخ، له هيستوري صار فيه. الصحه المهنيه طبعا هي جزء من الصحه العامه، انها دائما تركز على بيئه عمل امنه، ودائما هنا بيئة عمل آمنة هي يعني مستندة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كل واحد منكم ضاع وكل مسؤول عن رعيته. دائما احنا في عندنا أونر وفي عندنا إمبلوي، شايف شلون؟ فالأونر اللي هو دائما مسؤول عن تهيئة البيئة العمل الآمنة، سواء بالبيت أنت كيف البيت يكون عندك آمن، سواء كان بالمصنع كيف الشركة هي تكون مسؤوليتها أنها تجهز بيئة عمل آمنة، ما فيها ستريس، ما فيها هيت، ما فيها راديشن، ما فيها يعني بأي مكان، هي من مسؤولية الأونر أنك دائما تكون عشان نبعد ما يصير في عندنا إصابات وديسيسس، أمراض مهنية. طبعا المرض المهني مثل ما تعرفه هو المرتبط بشكل مباشر مع إصابات العمل. الأمراض هاي احنا شفناها وشفنا من زملائنا واحنا ممكن تعرضنا لها، لذلك مهم حتى لو كان العمل بسيط، يعني حتى لو كان عمل مكتبي، الهازارد الموجود بالمكتب او هي القاعدة والجلوس يسمونها ارغونوميك، اللي هي نوع من انواع الهازارد اللي تأثر على الصحة. اذا الأمراض المهنية هي الورك ريليتد ديزيز، هي المرتبطة بالعمل. تطور مفهوم السلامة، طبعاً قلنا المفهوم هذا هو مو شرط بدأ من 1950، هو بدأ من زمان، يعني حتى من 1818، يعني كان في هناك في مفاهيم وفي منظمات، يعني اليوم صار عددها بالمئات المنظمات هاي تطورت. من 1950 كان يعتمد، أول مرحلة بذيك المرحلة كان يعتمد على يسمونها المسائل الفنية أو يسمونها تكنيكال بيريو. شو يعني؟ هو مرتبط بالآلات أو المعدات، الإكويبمنت، يعني أي شركة تنتج معدة لازم تكون آمنة. طبعا ما أخذوا الهيومن فاكتور وما أخذوا السيفتي كالتشر، هاي كانت المرحلة الأولى. شو يعني هالكلام هذا؟ يعني مثلا احنا عندنا ما يسمى بالإلكتريك، الإلكتريك هو هازارد، خطر. طيب اليوم احنا نستعمل كثير من التولز تبع الكهرباء، وشفنا كيف كانت حوادث كثير تصير بالثمانينات ضمن البيت، أنا أقصد
مثلا عملوا شغله يسمونها القاطع التفاضلي. القاطع التفاضلي هو يعتبر انجينير كنترول، لذلك كانوا يركزوا على هالامر، هاي يسموها سيف جارد، اللي هي عمليات اذا اخذتوا فكره ما يسمى باللوبه، اللي هي لاير اوف بريفنشن اناليسيس، اللي دائما تعتمد على البريفنشنز والميتيجيشنز، انه قبل الحدث وبعد الحدث. فكان ما يسمى بالسيف جارد يعني للمشيل للآلة أنها تقطع تفصل، هاي يسمونها المرحلة الأولى، إنه أي آلة اليوم موجودة إلها سيف جارد، كان يعتمدوا على إنه تكون المشين سكيورت، هي أنها إلها سيف جارد. هاي المرحلة الأولى تقريبا اللي كانت. المرحلة الثانية طبعا هنا كل مرحلة إذا نفصل فيها كثير أكيد إحنا ما راح نخلص يعني، لأنه وهي محاضرات كثيرة على كل مرحلة ممكن أعمل فيها كورس كامل. يعني مثل ما يقولوا السياسيين التفاصيل الشيطان، دائما اسمع هذا المصطلح منهم، يعني فينا تفاصيل كثيره في المرحله الثانيه بدات بالسبعين، صار يركزوا على ما يسمى بالهيومن فاكتور، انه مو بس اذا المشين هي ما تحمي فقط، لانه الانسان والهيومن فاكتور هو صار العامل الاساسي مهم. وطبعا شافوا من خلال الحوادث انه 80% من الحوادث تصير نتيجه الهيومن ايرور، يعني في عندي شغله الهيومن ايرور 80% و20% من الاكويبمنت فيلير. يعني هم ركزوا بالبدايه انه الاكويبمنت ما يصير فيها فيلير، دخلوا الهيومن ايرور 80% من الحوادث تصير بالهيومن. طبعا شو يعني هيومن؟ معناته هو اللي يحتاج تدريب، يحتاج education skills. شو يعني skill؟ يعني شو يعني competent؟ انه يكون هو competent، لانه مثل ما تعرفوا راح نشوف كمان انه الريسك لا يمكن ان يساوي صفر، لانه دائما في عده هيومن والانسان دائما خطاء حتى لو كان ملم بكل شيء. 80% منها شوف انتقلوا من الكويمنت فيلير، ركزوا بعدين الهيومن، بعدين راحوا 80% شافوا من الهيومن ايرور هي الاورجنايزيشن ويك، يعني دائما بالعمل بالمؤسسه اذا ما كان يعني مو الاخطاء الفرديه فقط، الاورجنايزيشن كامل التيم كامل 70% من 80% هي نتيجه الاورجنايزيشن، 30% هي الانديفيدوال ميستيك اللي هو يكون مثلا اوفر كونفيدنت، واثق بحاله زياده، مثل ما صار بحادث البي بي اي هاي خليج المكسيك لما صار عنده اويل سكيل، كانت الخساره كبيره جدا 42 مليار دولار من اصول الشركه. لذلك المرحلة الثالثة اللي اجت بعد الهيومن ايرور ركزوا على ما يسمى بالاورجنايزيشن، الاورجنايزيشن فاكتور، يعني شو العوامل اللي طبعا هم طبعا الاورجنايزيشن هو العوامل المنظومية اللي تأثر بالاورجنايزيشن، وكيف عملية الكوميونيكيشن مسؤولة. يعني دائما تلقى بالاورجنايزيشن في قسم إدارة، في قسم مالية، في قسم سيفتي، في كيف تربط بيناتها. مع انه الفاكتور هذا له عوامل ثانيه، طبعا اذا جينا على هيومن هي انا دخلوها في عندي مثلا قبل ما اروح على الاورجنايزيشن فاكتور، اذا يقصد فيه هو كيف انك تربط بين جميع الاقسام. وطبعا بعدين بعد الاورجنايزيشن فاكتور، لانه في عندي في امور ثانيه هي اللي تاثر بالاورجنايزيشن فاكتور، لانه انا كنت من خلال خبرتي بالشركات شركة أدنوك، فكان كل سنة أشوف في أورجانيزيشن جديد، كل سنة في أورجانيزيشن، يعني لازم يكون الأورجانيزيشن هو ملائم للظروف المتغيرة كمان. في عندنا ما يسمى بسوشيال تكنيكال فاكتور، يعني عوامل اجتماعية تقنية، طبعا هاي ترتبط كمان بالشخص نفسه. شو يعني سوشيال تكنيكال؟ اليوم هذا معظم الشعوب، يعني حتى يعني احنا شفنا اليوم هاي عشناها بالأيام هاي، لما يقول لك والله كيف الناس تتفاعل مع لما يصدر امر، مو على مستوى مؤسسه، على مستوى دول. بعض الشعوب ظلت مثلا مي ملتزمه، بعض هاي كمان تلعب فيها عوامل كثيره. يعني انا لخصت العوامل هاي اللي هي لها تاثير، مثلا الادوكيشن، الكلتشر، الريليجن، التشايلد، ممكن الورك بليس انفايرمنت، الفاميلي، هاي كلها عوامل تأثر. شفنا من خلال بعض الناس اليوم لما الحكومة تصدر أمر والله ممنوع العزل، خلاص العالم كلها تلتزم. شوف بالبداية كان
نسبة الالتزام 45%، 30%، بعدين زادت 80%، وأنا بتركيا بغسل. فدائما هاي مربوطة ب اللي يسمونها سوشيال تكنيكال أو فاكتور بشكل بيرسونال. إذا تبدأ من الانديفيدوال، بعدين الفاميلي، بعدين الكوميونيتي، بعدين السوسيتي، بعدين المرحلة المهمة اللي هي يسموها سيفتي كالتشر. طبعا مثل ما قلت أنا كل مرحلة ممكن فيها كورس كامل، يعني تاخذ كورس كامل على كل مرحلة وتاخذ 5 أيام. شو يعني سيفتي كالتشر؟ سيفتي كالتشر يقصد فيها هي محصلة القيم والمبادئ. وطبعا كمان سيفتي كالتشر هو بدأ بمجال الصناعة بحادث تشيرنوبيل، هاي اللي صار المفاعل النووي روسيا 1986، فبدأ ما يسمى بالسيفتي كالتشر. واليوم في بعض المؤسسات خاصة المؤسسات النقية صار في قسم منه يسمونه سيفتي كالتشر. السيفتي كالتشر دائما تعتمد على البيهيفير للأشخاص للأفراد ضمن الأورجانيزيشن. يعني صور إنه السيفتي كالتشر اليوم قوي جدا، مثل عندك في اليابان كيف الناس ملتزمة ما يخص بالسيفتي، ما يخص بالإنفايرمنت. يعني على مستوى الإنفايرمنت يمر الله يعزكم سيارة الزبالة باليابان كأنها سيارة إسعاف. يعني هذا كله يتحاول أنت تبنيها من مؤسسة إلى مجتمع. فمحصلة القيم والمبادئ والاتجاهات والقدرات وأنماط السلوك للأفراد والمجموعات التي تحدد الالتزام وطريقة إدارة الصحة والسلامة بالمجتمع. فدائما في عندي البيهيفير وفي عندي الاديتيوت للشخص. شو الفرق بين بيهيفير واديتيوت؟ الامور ماشيه تمام استاذ؟ ما بعرف الصوت، انا مشيت بدون ما اسالكم. الا تمام، الله يعطيك العافيه. تمام الامور؟ تمام. فدائما شو يعني بيهيفير؟ شوف هاي لخصتها المراحل، طبعا هم لخصوها على ما يسمى بالحوادث، يعني نمبر اوف انسيدنت. راح نفرق بينها. إذا بدأوا بالتكنولوجي، بدأوا بالإنجينيرينج، بالإكيوبمنت، بالإكويبمنت، الإكويبمنت فيلير. بعدين بدأوا ما يسمى بالسيستم اللي هو أورجانيزيشن، أن كيف تعمل إنتجريتد للإشيسي. راح نشوف شو يعني إنتجريتد والسيرتيفيكيشن من حيث الكود الأوشا والأويش والكمبتنسي للهيومن. طبعا السيستم يقصد فيه الهيومن فاكتور والأورجانيزيشن. شايف انه لازم يكون في عندي سيستم. انا بعدين الكلتشر صار في عندي البيهيفير وفي عندي الليدرشيب وفي عندي الاكاونتبيليتي وفي عندي الاديتيود. طيب شو الفرق بين اديتيود وشو يعني البيهيفير؟ البيهيفير هو السلوك، الاديتيود وين دائما مكانه؟ هنا. يعني دائما الافكار، انا ما بعرف شو انت تفكر ولا تعرف انا شو افكر. دائما يقول الخبراء اذا غيرنا الاديتيود البيهافير يتغير. يعني هاي دائما، واليوم هذا يعني دائما احنا تحاول الشركات تحاول الدول انها تعمل تيم، يعني تخلي عمليه السيفتي بالعمل بالبيت ممكن عند الاطفال حتى يكون بشكل غريزي عند الشخص. يعني اليوم يكون في قانون وفي وعي وفي، يعني انت دائما ستارت سيف. لما تركب سيارتك دائما تتذكر انك تربط حزام امان، لا انك تشيك، انك دائما، وهي الامر يكون بشكل روتين عادي. لما احنا نوصل بالمجتمع او الافراد او احنا على مستوى شخصي لهي الدرجه، صار في عندنا ما يسمى بوزيتيف سيفتي كالتشر. فالبيهافير اذا قلنا هنا في شغلتين، الاوديتيوت هو مكانه دائما ايش تفكر، وإذا غيرنا الأوديتيوت كان بتشينج باي تشينج بيهيفير. يعني هي علاقة، طبعا الخبراء يقولوا غير الأوديتيوت بعد تغير معك السلوك. طبعا بعد المقدمة السريعة هاي، احنا دائما يكون في عندنا جهات معنية بالسلامة والصحة، منها دولي ومنها محلي. يعني مثل عند على مستوى الدولي، مثل عندك يسمون كانال لابر اورجانيزيشن، منظمه العمل الدوليه. في عندك هيئه الصحه الدوليه اليوم اللي هي بالصوره موجوده.
في عندك الوكالة الدولية للضمان الاجتماعي، في وكالة الطاقة الذرية، وفي هيئات وفي مؤتمرات كثيرة دولية دائما نعتمد عليها كسورس. أنا دائما ليش إحنا دائما نلجأ إلى كود والستاندر يكون عندي ريفرنس؟ لأن الكود والستاندر هو دائما يعطيني جايد لاين، سواء كان بالتطبيق، سواء كان بالتصنيع، بالتغيير، بالتشينج مانجمنت، بالموفمنت. بدون ما اعتمد على جهة او منظمة او ريفرنس معين، ما راح انا يعني راح يكون عندي، ما راح يكون له معنى. طبعا في كمان على مستوى محلي، طبعا هي مجموعة من الوزارات، سواء كانت وزارة العمل، سواء كان، طبعا هنا انا ماخذها من ممكن تخص بلد معين، يعني مركز قومي للدراسات او معهد السلامه والصحه المهنيه، اداره الترخيص، هيئه العمل التامين، لان التامين هنا مرتبط، اداره الصحه الانتاجيه وزاره الصحه، هيئه الامان النووي، طبعا حسب كل دوله. يعني هنا من حيث التراخيص لبيئه العمل، يعني انت لما تروح على مصنع او على منشاه لازم يكون مزود بالفنتيليشن، بالتهويه، بالاضاءه، بالاناره، هاي البناء نفسه، البناء اللي احنا قاعدين فيه، المطابخ، الوقوع، السقوط، هاي انها دائما تكون في عندي في سيفتي. مع انه انا سمعت اكثر من جهه عند الاتراك عندهم ما زالوا هم بدأوا بهالامر، لكن عندهم نوع ما يحتاجوا خبره اكثر يعني كنت اسمح من مهندسين اتراك يعني انه ما يركزوا كثير. وهي انا شفتها في بعض اللي جت على مبنى، انا ساكن طابق 25، ما في اي سيفتي، وسقوط كثير. طيب انت لما تسلم بناء وما في سيفتي مزود، طيب ليش نقول تصير حوادث السقوط؟ هاي معناته في امور، في تقصير بالامر. هذا على مستوى الكونستراكشن، ما انا ما رحت على مصانع وهذا، لكن اكيد في امور كثيره ما زالوا يحتاجوا فيها امبروفمنت. ارجع اعرف الستاندر والكود اللي هي المرحله الاولى. طبعا ستاندر كود احنا قلنا منها منظمه الصحه للعاملين يسموها انترناشونال، عندنا نظام الاوشا. طبعا نظام الاوشا هو نظام امريكي وجد 1970، اللي هي اختصارها اوكيوبيشنال سيفتي اند هيلث. عندك الأويش هو نظام Institutions of Occupational Safety and Health، نظام بريطاني. في عندنا الآيسو أو اللي هي Organization Health Safety and Assessment، الآيسو 18001 والآيسو 45001. طبعا اليوم صارت Integrated، هاي صار إحنا بما يسمى HSE Integrated، صار الآيسو للسيفتي مع الكواليتي مع الإنيرجي كلها مع بعض. هاي في بعض المنشآت الكبيرة مثل المنشآت النفطية. طبعاً بالمنشآت الصناعية البسيطة ممكن ما زالت هي يعني individual، يعني مثل الكواليتي الحال والسيفتي الحال والإنيرجي. طبعاً كمان من الستاندرد والكود ما يسمى بالSMS اللي هي سيفتي مانجمنت سيستم، اللي تقريباً الشباب اشتغلوا في مجال الكود. 8 element، كل element في individual element، يعني ممكن نشوف هذا لحد الشركات. أنا تقريبا عندي 8 element اللي هو يخص البوليسي، مع الأوبجكتيف، مع الكي بي آي، الorganization بشان يوزع الرول والresource، الresource الموجود لازم يكون competent، والمسؤوليات كيف تتوزع. بعدين الريسك evaluation راح نشوف كيف، أول شيء يعملوا ما يسمى بهازرد، هازرد اللي يسمونه هازرد ايدنتيفيكيشن، يعني أي شركة أو أي مصنع أو أي مؤسسة حتى لو كانت بسيطة يعرف شو المخاطر الموجودة عنده، بعدين يعمل ريسك ايفالويت، بعدين يحط بلان ويوضع الستاندر والبروسيجر ضمن البلان، بعدين تطبيق الابليمنت. وهي احنا دائما نواجهها سواء على مستوى شخصي، على مستوى مؤسسي، على مستوى تعليمي، هي التطبيق. يعني سهل جدا انك تغير الخطه، سهل جدا ان تضع شعارات مثل شعارات حزب البعث، لكن ما في
الامبلمنتيشن مهم جدا. اهم شيء نحط التطبيق، لما تعمل انت بلان وتحط بوليسي وتحط اوبجكتيف وتحط كي بي اي، لازم يكون تطبيق صح. التطبيق لازم يكون ان بروبر، مو ما يكفي التطبيق، لازم تعمل مونيتور للتطبيق انك انت عم تطبق صح. لانه شوف في كوركتيف اكشن، هذا نظام نسميه احنا الكابه. شو يعني في اختصار كوركتيف اكشن؟ بريفنتيف اكشن. طبعا عمليات المونيتورنج والتشيك تصير من خلال الاوديت والانسبكشن. طبعا شو الفرق بين الاوديت والانسبكشن؟ مثل ما تعرفوا الانسبكشن هو عباره عن تشيك ليست، ما يعني انت تعمل تشيك ليست وتروح تقيم، لكن الاوديت هو عباره عن سيستماتيك، مثلا انه في عندك بلان، في عندك كراتيريا تشيك عليها. دائما الاوديت هو يعمل تقييم للسيستم، ما يعمل تقييم للاشخاص، ولا يعمل تقييم انه السيستم موجود مطبق، هذا السيستم في عندك بروسيجر، في عندك بوليسي، في عندك كي بي اي، في عندك اوبجكتيف، في عندك امبروفمنت لهذا الشيء. بعدين ما يسمى مانجمنت ريفيو. طبعا هذا الحاله والعمليه تكون بشكل كونتينيوس، هي لازم تكون كونتينيوال امبروفمنت، تكون مستمره. وهذه الحاله ممكن انا مثل ما قلت لكم فيها عليها مانيوال كبير، لانه 8 اليمنت، لكن كل وحده في صب اليمنت. تمام استاذ الامور، سامعين الصوت واضح؟ سامعين استاذ. تمام، اذا قلنا احيانا صار في عندي في بعض الشركات في انتجريتد. انتجريتد يعني اليوم هذا ما ظل في ايزو فقط للسيفتي، صار لانه هي مرتبطه ببعض. اول كنا دائما حتى مفاهيم السيفتي شويه تغيرت اليوم، يعني مثلا دائما نقول والله سيفتي ذا فيرست، اليوم سيفتي ذا فيرست ما عاد تكفي. يعني دائما خاصه الشركات بهمها كمان البرودكشن، فانا يهمها الكواليتي. اليوم كمان في موضوع اخر ممكن نضيفه هنا، هي الانرجي. طبعا صار عندي الانرجي، صار عندي السيفتي، صار عندي الكواليتي، صار عندي البرودكتي، هذه كلها عناصر مترابطه ببعض. وان شاء الله في محاضرات اخرى اذا دخلنا بالايزو. دائما الستركشر واحد، يعني الستركشر واحد للكواليتي، الستركشر واحد، لكن الاختلاف فيه بالاوبجكتيف. الاوبجكتيف هي اللي تختلف بين هالامور، لكن كستركشر كبروسيجر تكون تقريبا متشابهه. هذا عندي مثال انه عندي مؤسسه، عندي بروسس، ما دائما في عندي انبوت وفي عندي اوت. طبعا الانبوت ما يخص الماتيريال اللي احتاجها، ما يخص الريسورس، ما يخص الانرجي. فلازم اعمل انا مانجمنت على الانبوت. يعني مثلا على الانرجي في اليوم موجود ما يسمى بالايزو 5000 واحد انرجي مانجمنت سيستم. الاسيت، المعدات والممتلكات للشركه، للمصنع، للمشفى، في شغله يسمونها اليوم اسيت مانجمنت اللي هي 55000. الريسورس اني كيف ادرب، كيف اجعل الاشخاص. طبعا بعض الشركات، بعض البرامج اللي اشتغلت عليها يسمونها كامس هي كومبتنسي اشورنس مانجمنت سيستم. لما تعطي شخص تاسك، مثلا اليوم انا اتش اس اي، هل انا كومبتنت بالاتش اس اي؟ فلازم التاسك تبعي هاي مرتكز على ثلاث مراحل او ثلاث، هي الاويرنس، النوليدج، والسكيلز. طبعا اذا كان عندي نوليدج بدون سكيلز انا ما يكون، يعني عندي نوليدج بس طبعا احيانا ريكوايرد احيانا نوت ريكوايرد. يعني مثل تلقي مانجر هو ممكن يكون باك جراوند تكنيكال، لكن هو ما عنده مثلا سكيلز بالسيفتي او بالكواليتي او فاحيانا هي ريكوايرد حسب الجوب او حسب التاسك اللي تقوم فيه. لكن انا اليوم سيفتي مان، مثلا سيفتي اوفيسر او سيفتي ادفايزر، لازم اكون ملم بالثلاثه مع بعض او الى ما وصل مرحله البروفيشنال. مثلا انا بروسس انجينير لازم اكون ملم كاويرنس وكنولج وكسيفتي. طيب الاوتبوت شو بيهمني بالاوتبوت؟ الكواليتي. اي عمل اقوم فيه على مستوى برزنتيشن لازم يكون في عندي كواليتي. طبعا الكواليتي هي الايزو 9001 ودخلت التطور، فلازم يكون عندي كواليتي. طيب حتى احصل على كواليتي، حتى احصل على برودكشن،
دائما في عندي هازارد. راح نعرف شو الفرق بين هازارد. كيف اعمل مانجمنت للهازارد؟ هي ما دخلت بالايزو 18001 او ال 45001 او اليوم صارت انتجريتد او الاوشا، يعني انت يكون عندك معيار انك تعمل على الهازارد. كمان في عندي اليوم الانفايرمنت اللي انا عايش فيها التلوث، والحمد لله اليوم كورونا كم مؤتمر صار وكم نظريه صار، رغم اخر نظريه هاي مؤتمر المناخ ما حد فعلا شارك فيه حتى، قال شو هاي المناخ وما مناخ. اليوم انا بتابع بعض الاوزون، قال خلاص تقريبا الثقب كومبليتد، يعني شوف جت كورونا وقفت كل اللي عزت مؤتمرات بيئيه ودوليه انها توقفها ما وقفت. فكان في جانب ايجابيه لكورونا انه تلوث البيئي قل كثير، مع انه في الايزو 14001 هي دائما ملمه بالانفايرمنت مانجمنت. طبعا انفايرمنت مش بعناصرها الثلاثه، وحاليا صارت اربعه، يعني نويز دخلوا عليها كمان، الاير والووتر والسوليد. طبعا الهدف من هذول كلهم الكود والستاندر هو انه دائما نخلق بالانس، توازن بين البرودكشن والحمايه. لكن هذا التوازن يحتاج من بيبل، كومبتنت بيبل، يحتاج تولز. طبعا التولز ممكن تكون على شكل سوفت وير، ممكن تكون تحتاج بروسيجر، تحتاج منه ماتيريال، تحتاج منه اكويبمنت. طبعا ممكن تكون على مستوى بسيط، مؤسسة بسيطة، مؤسسة كبيرة، دولة، وزارة، يعني تبدأ خطوة خطوة. طبعا هاي لخصت على انه السيفتي يعتمد على الهاردوير. الهاردوير هي الخاصة الاكويبمنت، مثل الانجينيرينج، مثل البروكيورمنت، حتى البروكيورمنت. طبعا شو يعني بروكيورمنت؟ طبعا يجي تحت البروكيورمنت هي عملية شراء، العقود، عقود الشراء، عقود الانسبكشن، البارتشيسينج، الكونتراكت، عمليه المينتنس. طبعا هاي كلها تعتمد على الهاردوير. في عندي السوفت وير، السوفت وير يعني الورك بيرمنت. طبعا الورك بيرمنت ممكن يكون على شكل سوفت وير او يكون، طبعا هاي كلها نسميها احنا ادمنستريشن كنترول، الورك بيرمنت ولا الامرجنسي ولا الاكسيدنت ولا الانسيدنت اناليسيس او انفستيجيشن. حتى الاكسيدنت والانسيدنت انفستيجيشن اليوم في سوفت وير كثير عنده، مثل عندك طرق كثير، مثل عندك البوتاي، الفولت تري. طبعا هاي الميثودولوجي هي ما تعطي جارنتي عندي، لكن هي طريقه تسهل لي العمل. الاهم هو الهيومن. الهيومن ما يخص انك تدريب مع الليدرشيب، مع السوبرفيجن، هاي مهمه. كمان في عندي المعدات الحمايه الشخصيه، البي بي اي، البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، الهيلث اند هايجينز. الهيلث اند هايجين هو فرع خاص، يعني حتى اليوم بعض الشركات، اليوم وزاره مثل وزاره الصحه هي كمان، لانه دائما المختص في هذا الامر هو يكون دكتور او ممرض، لانه يعمل ميديكال تشيك اللي هو يراقب. في عندنا ما يسمى بالاندستري الاي اتش، الاي اتش هو اندستريال هايجين، اللي يشوف الاكسبوجر، فهذا علم صار وفي تخصص في ناس. طبعا لكن دائما انا شفت الشركات بعض الشركات الشرعيه يحطوا بقسم السيفتي، مع قسم السيفتي دكتور وممرض يتابع العمليات الميديكال. فدائما رغم هالبروسيجر وهالكود وهالستاندر، ما زال عندنا هاي احصائيه اخذتها من احد السلايد، منظمة العمل الدولي عملتها في شهر 2017. طبعا هاي المسجلة عندهم انه كل بالدقيقة الواحدة يصير عندك 600 حادث، يعني اخذوها. وفي عندي فاتيليتي يعني 6300 باليوم، 2.3 مليون حادث قتل هاي بالسنة. طبعا هاي خسارة الاشخاص من عدا العبء الاقتصادي، لانه نحن نعرف الحادث له خسائر مباشره وغير مباشره، كوست يسموها دايركت واندايركت. فكلفه عدم تطبيق المعايير والقواعد
والسلامة المهنية وصلت إلى 4% من الناتج العالمي الخاص، يعني ما يعادل 2800 مليار دولار. شوف رغم هالشيء هذا دائما نسمع في حوادث. السبب هو الهيومن، سبب هو التطبيق، ما في تطبيق، امبروبر امبلمنتيشن. يعني احنا ما يكفي انه نحط ونقرا ويكون عندنا نوليدج، لازم يكون عندنا تطبيق براكتس وامبلمنتيشن جيد. لهذا السبب هم يعملوا سيفتي مانجمنت. ثلاث اسباب رئيسيه: الفاينانشال، الكوست، الكوست شافوا الحوادث. احنا قلنا اكبر على مستوى النفط من حادث البي بي اي اللي هي بريتش بتروليوم اللي صار كلف الشركه 48 مليار دولار من اصول 42 مليار دولار من اصولها، وكان خطا اوفر كونفيدنت للسوبرفايزر، هي طبعا بالحفر مش معقول. كمان السبب الثاني هو المورال الاخلاقي والليجل القانوني، لانه كمان مرتبط ثلاث اشياء رئيسيه احنا نعمل فيها السيفتي. السيفتي اليوم سلامه طبعا يقصد فيه، يقسم طبعا من خلال خبرتي انا شفته انه هو سيفتي يقسم الى اوكوبيشنال سيفتي وبروسس سيفتي. طيب الاوكوبيشنال هو يركز على البيرسونال سيفتي، الاوكوبيشنال هي العمل المهني، يعني العمل المهني هو ممكن يكون اي عمل، سواء كنت حلاق، طبيب اسنان، سائق، يركز على سلامه الشخص، طالب جامعه بالمخبر، اوكوبيشنال سيفتي. البروسس هي عمليات البروسس، يعني عمليات الانتاج، يعني العمليات الصناعيه، سواء كانت اويل وغاز، سواء كان كيميكال، مشان هنا بريفنشن من الفاير، من الاكسبلوجن، الانفجار، الكيميكال ريليس، انه مثلا ما يصير عندي ريليس للغاز او للكيميكال. يعني طبعا هذا كمان طوروا اكثر شيء بعد حادث بوبال اللي صارت بالهند، لما كان في عندنا يصنعوا مبيد حشري من الحمض السيانيد، لما صار في ليك قتل دفعة واحدة 3000 شخص، 500 شخص، وكانت الشركة أمريكية، وإيش كان تعويض ولا شيء طبعا. لكن من يومها البروسيس سيفتي طبعا كمان هو عنده 14 إليمنت حسب أوشا، ما يخص الانفورميشن، ما يخص الأكسيدنت، ما يخص الهازارد، ما يخص الإيفالويشن. فالبروسيس سيفتي هو يركز على أنه يمنع الفاير والإكسبلوجن. الاندستريال هايجين حكيت عنه، طبعا هو يعتمد كمان على اربع اشياء، هو اللي يعمل الانتسيبيشن، انه دائما في عندي مع الريكوجنيشن، مع الايفالويشن، مع الكنترول، اللي هو دائما الهازارد المرتبط بالعمل، يعني دائما انا اعمل تشيك واعمل مونيتور، حتى كمان اعمل سيف جارد اكثر. لذلك الشركات اللي كنا نشتغل فيها دائما في عندنا ميديكال تشيك، بيشوفوا الاكسبوجر، بيشوفوا، وممكن طبعا الاكسبوجر ممكن يكون كيوت، ممكن يكون اورجانيك، يعني تزامني ياخذ فتره. الكيو كواليتي هيلث سيفتي سيكيورتي انفايرمنت، طبعا هذا المصطلح هو نفسه اليوم الشركات اللي تعتمد عليه، هو اللي يسموه الانتجريتد اتش اس اي، هذا مطبق بكندا اكثر شيء. يعني دخلوا كمان السكيورتي، السكيورتي اللي هو يعني يعتبر جزء من السيفتي، لكن البروسيجر تبعه غير، يعني غير السلامه. يعني لما نقول سيفتي ممكن نسميها بالعربي سلامه، امن وسلامه. الامن في نقاط كثير مشتركه بيناتهم، لكن احنا نعرف السكيورتي يعتمد على كمان بروسيجر خاص فيه. ممكن كمان دخلوا الفاير، يعني صار عندي هاي كلها تكون دائما تحت قسم واحد او ديبارتمنت واحد، يعني السكيورتي مع الفاير مع السيفتي. السيفتي كمان نفسه في اوكوبيشنال، في بروسيس، في اندستريال. لذلك اذا شفتكم الصوره هاي شايفينها، مين الاخطر بينهم، النمر ولا الاسد؟ اكيد الكل يقول النمر. ليش النمر؟ طبعا اثنيناتهم قاتلين. الاسد مو مثل اسدنا، هو اسد يقول لك انا اسد اقاتل وجها لوجه. الاسد طبعا هنا في فكره اريد اوصلها، انه الهازارد لما يكون معروف تقدر انت تعمل عليه كنترول،
أما الهزر لمن يكون غير معروف صعب جدا. لذلك النمر لما يهاجم الفريسة يكون العادة نبكم اللي سين يعني غير مرئي، والهزر لما يكون غير مرئي مثل اليوم كورونا لأنه هو كان غير معروف الهزر. طبعا الكورونا يعتبر بيولوجيكال هزر، فلما يكون غير معروف صعب أنت تتحكم يعني راح نشوف كيف تتحكم في الهزر. فراح أروح على شو الفرق بين الهزر والريسك. بالعربي الخطر طبعا هي كانت الاختطار هي اللي اسميها المخاطره. شو الفرق بين هازارد وبين ريسك؟ وايمتى انا اقبل بالريسك؟ ايمتى الريسك يكون عندي مقبول؟ طبعا هي بعض المصطلحات اللي يسمونها vulnerability اللي هي الهشاشه او قابليه التاثير، كمان هي مصطلحات مهمه. تمام استاذ، الامور ماشي الحال؟ الو تمام، في عندنا وقت ولا ما في؟ الله يعطيك العافيه. ما زال عندنا وقت مو؟ في على وقت صرنا حوالي 45 دقيقه مبلشين. ايوه اي كمان ممكن نستعجل شوي مشان اذا في اسئله بالنهايه. تمام اذا الخطر طبعا الخطر هو هو قدره كامنه. طبعا هاي اهم شغله انا كنت لازم اشرحها، اذا ما خلصتها ما بعرف نشوف ممكن. الخطر هو بوتنشل يعني انرجي بوتنشل، يسمونه اني سوبستانس، تكون فيزيكال تكون كيميكال تكون دائما له تاثير على الاشخاص، تاثير على المعدات، تاثير على سمعه الشركه. المخاطر هاي دائما يصنفوها على انها فيزيكال كيميكال بيولوجيكال اورجانيك، تتصنف هي يعني طبيعيه يسموها فيزيكال هازارد او كيميكال او بيولوجيكال او هندسية اللي تكون ميكانيكال أو ريسكين. دائما السورس تبع الخطر هاي لما أخذنا نوبش كان يعلمونا إنه مجموع بكلمة ميب هي اختصار إلى الام يعني ماتيريال. إنه طبعا إحنا عندنا كثير من أنواع الماتيريال كيف تتعامل معها. الإي الثانية هي الإكويبمنت، ممكن يكون الخطر جاي من الإكويبمنت اللي تتعامل معها، ممكن الانفايرمنت بيئة العمل اللي أنت تتعامل معها، او البيبل الناس او البروسيس اللي انت اللي تشتغل. لذلك السورس تبع الهازارد يكون من هالاشياء اللي احنا نتعامل معها، ماتيريال او اكويبمنت او بيبل. طبعا هنا موضحه هي انه شو خطر البيبل وشو خطر الاكويبمنت وشو خطر الانفايرمنت اللي. طيب شنو الريسك؟ الريسك بالعاده هو احتمال الوقوع في الخطر. الخطر دائما موجود، لكن احتمال اني اقع في الخطر والسيفيريتي يعني كم اذا تعرضت للخطر كم تكون الشده تبعه، بسيطه متوسطه اكثر. لذلك الريسك يعرف على انه اساس بروبابيلتي اند سيفيريتي. السؤال، هل الريسك يمكن ان يساوي الصفر؟ يعني هل في خطر انا بتحكم فيه 100%؟ الجواب لا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه الريسك طبعاً هاي الريسك ماتريكس اللي يقيموها راح نحكي عليها. ليش أنه الريسك لا يمكن أن يساوي الصفر؟ هذا مثال آخر. طبعاً هاي الريسك ماتريكس مشروحة هين، شو البيبول شو الفاينانشال شو الانفايرمنت هاي البروبابيلتي، ودائماً هم طبعاً الأرقام هاي هم بعدين يقيموا الريسك. راح نشوف هنا كيف يعملوا إيفالويت للريسك. طبعا الريسك هنا مثال هنا انت البروبابيلتي لما تكون 15 متر تحولها 8 امتار الواحد، اي انت قللت البروبابيلتي، لكن السيفيريتي اذا وقعت من 15 متر او 1 متر ممكن تكون يعني السيفيريتي ما تغيرت هنا معك. ليش الريسك ما يمكن يساوي الصفر؟ انا ريسك ريديوس فاكتور هي في علاقه رياضيه الان متجيت للريسك. الان متجيت يعني انت ما عندك مثلا انجينيرينج ولا اليمينيشن ولا على التوليبر اوف ذا ريسك، احتمال الريسك. هي علاقه رياضيه نعتبر. نفرض احنا الانميتيجيت صفر، ونفرض ان التوليبر صفر، يعني صفر على صفر شو راح يكون؟ لا نهايه. حتى لو كان عندي ميتيجيت 100%
شايف شو؟ هي الفكرة إنه التوريبل أوف ذا ريسك شو يعني احتمال الريسك؟ شو كمان احتمال الريسك له إكويشن، له علاقة، العلاقة هي ترتبط بالهشاشة وترتبط بالكابسيتي اللي راح نحرك. لأنه أنت لما تتحمل تتحكم بخطر 100% تحتاج أنت إلى التكامل والكمال دائما للأسف. يعني دائما الإكويشن هاي تقود إلى الإنفينيت، لا نهاية. وهي مين موجودة عند البشر؟ مهما عملت بروسيجر، مهما عمل سيستم، مهما عمل التقييم، لكن الريسك يظل ضمن السيطرة. لذلك من هنا إجا acceptable risk، إنه الريسك كيف تتحكم فيه. أول شيء يعملوا evaluate للريسك. الإيفالويت هذا يبني على ثلاثة ليفل، الهاي، الألارب اللي هو ميديوم أو نيجليبل. طبعاً الألارب يكون مقبول لأنه في عندي كنترول، الهاي ما يكون مقبول. طبعاً الهاي ما يكون مقبول لأنه ما عندي أي تحكم، لكن أحاول. إحنا دائماً في عندنا كيف تعمل أنت كنترول هذا الريسك. نعمل إحنا كنترول، طبعاً هاي ريسك أسسمنت اللي هي إيفالويت للريسك. أنا شوي بس أسرع لمشان الوقت، إنه لما هي إيفالويت للريسك كيف أنا أقيم الريسك، الهاي ولا ميديوم ولا لا. طبعاً هاي أمور راح شوي أتجاوزها بس مشان أعرف القدرة والإمكانيات كابسيتي. هي كمية ونوع المواد اللي يمتلكها الأفراد والمجتمعات التي تمكنهم من مواجهة ومقاومة الأخطار. شوف اليوم هاي شفناها إحنا في بعض الدول، شوف حتى الدول المتقدمة ما كان عندها كابسيتي لأنه الخطر كان غير معروف بالنسبة لهم، أو كانوا معروف لكن ما مخذينه يعني عاملوا إجنور. يعني لو عاملين إيفالويت جيد للريسك، شايف شو، وفي قرار، كان أكيد الإمكانيات اليوم هذا كانت اختلفت. الكابسيتي دائما تعتمد معلومات، صلاحيات، مؤسسة، مشاركة، خطط، بلانينج، سورس، إجراءات، بروسيجر. الفولنربيليتي او الهشاشه هي قابليه مجتمع ما للتاثير بضرر عامل خارجي، والهشاشه هي ناتج لعده عوامل متداخله مثل الامكانيات الماديه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والتكنولوجيه والبيئيه والمؤسسيه. يعني هي تاخذ بعين الاعتبار. شوف يعني اليوم كمان هنا طبعا هي انا تعريفها بس بشان استاذ باسل، انا امشي واذا بعض الوقت قل لي وقف. ماشي، الله يقويك يا رب. تمام. هلا شوف الاحتمال، احنا قلنا توريبل اوف ذا ريسك هو يتعلق بالخطر، بالهازارد، بالهشاشه، بالقدره. كمان علاقه، عرفنا الهشاشه وعرفنا الريسك. صار عندي طبعا الريسك هو ممكن انا اعرفه سيفيريتي مع ضرب بروبابيليتي، ضرب عادي، لكن صار عندي دخلوا عليه اليوم، صار عندي الهازارد مع الفولنربيليتي اللي هي الهشاشه ناقص الكاباسيتي. طبعا هاي كلها تعطيني يا يكون هاي عندي، يا يكون ميديوم، الارب يا يكون عندي لو. الارب مقبول عندي، لو ما راح يكون. هاي ما يكون عندي مقبول. كيف اتحكم بالريسك؟ اتحكم في الاليمينيشن او السب. طبعا الاليمينيشن هو نفسه العزل. الكنترول دائما كمان بمجموع بكلمة إريك، يعني يعلمونا إياها إريك اللي هي تيجي إيفا، الإي تعني إيفالويت، ريديوس، إيسوليت، كنترول. عفوا إليمينيشن مو إيفالويت، إليمينيشن. إليمينيشن اللي إحنا حاليا فيه. شوفوا هما اليوم كورونا هو أحد، طبعا كورونا يعتبر هازارد. هل عندهم إنجين كنترول؟ ما عندهم إنجين كنترول. ادمشن كنترول عندهم، ادمشن كنترول. بي بي اي هي اخر يعني تكون ليست افكت. طبعا انت لما تشيل الخطر انت خلاص الخطر عندك الافكت تقريبا 100%. التعويض انه الخطر تحاول من يعني تحوله من شيء خطير الى غير خطير. يعني مثلا كان عندنا بالاتش 2 اس او غاز سام، يحولوه الى سلفر، سلفر غير سام. يعني انك تعوض. الكلور احيانا يستخدم في عمليات تعقيم الشرب، لما يستخدم كغاز سام، لما يستخدم على سوليد ما يكون سام. كمان اذا انت عوضت او استبدلت، عملت استبدال.
الايسوليشن تقريبا المرحله اللي احنا فيها انك تعزل، نعزل عزل المصابين عن الخطر اللي احنا موجودين فيه. الانجين كنترول هو التحكم اللي يخص الاكوبمنت، يعني انجين كنترول يعني المعده اللي انا استخدمها، في عليها انجينير مثل القطعه التفاضل اليوم الموجود بالبيت. شوف قديش انقذ ارواح وبشر. قطعه التفاضل اليوم سرعه الفصل 4/100 بالثانيه، بالثمانيات كانت ما يفصل، اليوم مباشره صار هذا انجين كنترول، اذا هو يعني عزل بسرعه. التحكم الاداري، التحكم الاداري مثل اعطي امثله الورك بيرمت، مثلا عندك شهاده السواقه تعتبر تحكم اداري، انك امثله عنها البروسيجر الستاندر، هاي التطبيق، هاي كلها تعتبر ادمش كنترول، مثل القرارات اليوم تجي تعتبر ادمش كنترول. مهمات البقايه الشخصيه اللي هي نعرفها اليوم، اليوم احنا نستخدم الماسك ونستخدم هاي حسب الافكتيف تبعها. طبعا اقل شيء احيانا اليوم هذا احنا مضطرين لانه ما عملنا كنترول على الهزات الموجوده عندنا، نستخدم معدات الحمايه الشخصيه اللي هي تعتبر لاصق. طيب شو الفرق بين اكسيدنت وانسيدنت ونير مس؟ هاي اكيد احنا نعرفها. دائما الاكسيدنت النير مس يعني الحادثه اللي طبعا الاكسيدنت هو مرتبط بالهيومن، يعني اليوم ترفع انت تقرير اذا في اصابه شخصيه نسميها هيومن. انا شغال بمنشاه صار عندي اصابه شخص ومعده، ما راح اسميها هيومن اكسيدنت، راح اسميها انسيدنت، لانه الاكسيدنت والنير مس هو جزء من الانسيدنت دائما اشمل. لكن لما تكون فقط شخص اصابه اشخاص اسميها اكسيدنت. حتى اليوم يسموها كراشد، كراشد مثل للطريق، حوادث الطريق يسموها. نيرمس هو على وشك الحدوث، يعني لكن ما صار في اصابه ولا صار في خساره بالاسيت والمعده، على وشك الحدوث. طبعا النيرمس لكن هي اجراءات تتخذ مشان يعرفوا، مشان يعني طبعا هو حسب الترينجل يقول اذا عندي 600 نيرمس و30 مثلا ماينر اكسيدنت او واحد ماينر اكسيدنت و30 كوبمنت فيلير وواحد ماينر اكسيدنت ممكن يصير عندي، هو ياخذوها مشان ما يصير عندهم مجر اكسيدنت. دائما الاكسيدنت نعرف انه له اسباب، منها مانجمنت، منها انفايرمنت، منها اكوبمنت، منها هيومن، ومنها انسيف اكت انسيف كونديشن. شو الفرق، شو يعني انسيف اكت وانسيف كونديشن؟ طبعا دايركت كوزس هي الخساره، خساره الشخص او خساره المعده او المنشاه. مثل انسيف اكت هو تصرف الغير سليم للشخص، يعني اللي يعتمد على البيهيفير على السلوك، وهي 80-90% من الحوادث اللي تصير يسمونها انسيف اكت. انسيف كونديشن هي المعدات، انك انت تستخدم معدات غير صالحه، مثل تستخدم سكافولدينج او سلم او اي شيء، هاي يسمونها انسيف كونديشن. طبعا في امثله كثيره عليها، هاي هذا مثال، يعني شوف انا استخدم للحمل مكان مناسب، هاي يسموها انسيف كونديشن. انسيف اكت انه مروا تحته وقع صار نيرمس، طبعا حتى انا ممكن هنا ما اسميها نيرمس لانه صار في خساره وقع عليهم صار في عندي اكسيدنت. كيف حتى احنا نتجنب هالامور هاي؟ بالاويرنس، بالكوميونيكيشن، بالتدريب، سوبرفيجن، اخذ الحيطه والحذر، وبالكومبتنسي، انه الشخص يكون عنده، طبعا هاي على مستوى شخصي، على مستوى شركات يكون طبعا في عندي بروسيجر، وفي عندي سوبرفايزر، في عندي ليدرشيب، في عندي كود، في عندي ستاندر، لكن اهم شغله إذن دائما start safe stay safe. تمام، انا انهيت المحاضره والله يعطيكم العافيه. في اي سؤال؟ الله يعطيك العافيه صراحه، كثير دائما ممتع انه نسمع المعلومه من خبير. الله يعطيك. هلا في عندنا لحد الان سؤالين، في سؤال من الاستاذ محمد جقمقجي
هل يمكن التوضيح بشكل بسيط بين الفرق بين الهازارد والريسك؟ ايوه، الهازارد هو قلنا احنا اي بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي يعني مثلا طاقه كامنه، ممكن تكون كهربائيه ميكانيكيه. شايف الهازارد يعني هو دائما موجود، يعني ممكن الهازارد يقسمه فيزيائي، كيميائي، بيولوجي، اورجانيك. اورجانيك يعني القاعده هاي، هذا اسمه هازارد، هذا خطر. الريسك هو احتمال الوقوع في الخطر، يعني الخطر هو موجود. يعني اليوم انت بالبيت عندك في عندي كهرباء، طيب احتمال اني اتكهرب، في احتماليه للكهرباء اذا ما كان عندي هاوس كيبينج، اذا شايف شلون. لكن الاحتماليه هاي ممكن تكون نيجليبل، هي ما تكون زيرو، مو 100% اني ما اتكهرب، لا، لكن ممكن تكون نيجليبل، يعني ما لا، ممكن تكون ميديوم، ممكن تكون هاي. هاي لما يكون عندي مثلا شرطان فدائما الريسك هو احتمال الوقوع في الخطر والشده. دائما الريسك هو يعني البروبابيلتي ضرب السيفيريتي، يعني ممكن تكون الاحتماليه عاليه لكن السيفيريتي ما في سيفيريتي. اوكي، احتمال ان تعرض للخطر لكن سلامات. امتى يكون؟ لما تكون الاحتماليه اكثر شيء وتكون الشده اكثر شيء، يكون هنا الريسك فيري هاي. مفهوم استاذ؟ اذا احتمال الوقوع في الخطر هو الريسك، او يسموها بالعربي المخاطره. يقول لك يا زلمه لا تخاطر، لا تجازف. تمام استاذ، مفهومه؟ تمام ان شاء الله، شكرا. استاذ حسان صيبع كمان في عنده سؤال. استاذ باسل، استاذ حسان صيبع بتحب تفضل تطرح اسئلتك. يعطيك العافيه استاذ عمر، شكرا على المحاضره القيمه. انا يعني تعلمت شغله، انه الاوديت قلت انه هو بيعمل تقييم للسيستم، صح؟ بينما الانسبكتور سمعني؟ سمعك سيد. الاوديت هو تقييم للسيستم، بينما قلت الانسبكشن هو تشيك ليست، عندك ليست انت بتعمل تشيك له الى اخره. تمام، بس هي مفهومتها تبع الهيجن، انت بتعمل كنترول على الهيجن هاي. الهيجنز، ايوه هايجنسي. يعني شو كيف في شيء بيجمعهم هدول الثلاثة؟ انه مثلا ب لا، الهايجنس استاذ هو امر يتعلق ب يعني مراقبة، يعني اليوم مثلا عندي هيت، مثل عندي ستريس، مثل عندي كيميكال اتعرض عليه، شايف شلون؟ هنا انا كيف اقيم هاي؟ يعني في شغلة يسمونها طبعا الهايجنس، اذا تدخل عليه دائما احنا قلنا دكتور هو يقوم فيه، طبعا هو كمان يراقبه من خلال الغياب، من خلال زاد التعرض، نسبة التعرض زادت. اليوم انا اتعامل مع، مشان يعني تعرف انت اليوم لما انا اتعامل مع مواد كيميائية، طيب قد ما في مادة الا تكون سمية، حتى المية اللي احنا نستخدمه، لكن درجة السمية تختلف، في منها شديدة السمية، في منها سمية بسيطة خفيفة. الهايجنس دائما هو يخص، يعني مثلا انت اليوم جبت مادة كيميائية حتى على مستوى البيت، احنا نتعامل مع ديتول ومنظفات وهاي، طيب انا كيف بدي اعرف نسبه التعرض هاي؟ منين بدي اعرفها انا؟ في شغله يسمونها ماتيريال سيفتي داتا شيت، او حاليا صار يسموها سيفتي داتا شيت، هي شوف لي كيف اتعامل معها، شو المعدات الحمايه الشخصيه لازم اتعامل معها، نسبه التعرض المسموح اللي فيها. يعني نعرف احنا H2S نشتغل في مصانع الغاز، يقول لك 8 10 بي بي ام. شو يعني بي بي ام؟ بي بي ام هي اختصار بارت بير مليون. شو يعني اختصار بارت بير؟ كانك تقول 1 مينت دقيقة بالنسبة ل مليون سنتين. سنتين إذا تحسب السنتين كم دقيقة فيها؟ مليون دقيقة. كأني أقول دقيقة من أصل سنتين، لما أقول 10 بي بي ام يعني 10 بارت بير مليون. هاي النسبة، هذه المسموح لي أن أتعرض عليه خلال 8 ساعات عمل. طيب الكيوت العالية الكونستريشن راح يزيد، ممكن 15 بي بي ام خلال 15 دقيقة مسموحة بس. طيب 100 صار الكونستريشن 100 بي بي ام، فقد حاسة الشم. 500 صار اغماء، 700 صار خلاص فاتلتي خلال دقيقتين. طيب انت لما تحسب لي مين يعمل لي هالامور هاي؟ الهايجين.
الهيج لانه هي مطبقه مخبريا. طبعا لازم يكون دكتور هو قايم فيها بالامر هذا، لكن هو يعطي الريكومديشن والامور اللي انا اتعرض عليها. يعني في ناس تشتغل بمصانع الحديد تعرض لحراره عاليه جدا، طبعا كم نسبه اللي تعرض انا فيها، كم مسموح لي ان اتعرض فيها. فهو هذا العلم هو يركز على هالامور. نعم الهايجين. نعم الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. في بس تعقيب موضوع الهايجين، يعني نحن في الحفارات موضوع الهايجين مهم جدا، لانه طبعا عارفوا انه نحن الاكل والاقامه موجوده دائما على الموقع، فمن مهمه الكمبانيمان او اللي هو مهندس مدير الموقع، فمن مهمتنا انه نروح نشوف الهايجين، الموضوع الهايجين حتى في الاكل، طريقه صح. تخزين الاكل، طريقه موجود مثلا عندك فلاي كيلر اللي هو قاتل الذبان، ما تكون مثلا صح. قريب من مغسله الصحون والجلي، الخضار، طريق، يعني موضوع الهايجين ما بيتعلق فقط في موضوع H2S والمواضيع الثانية، موضوع الهايجين حتى من مسؤولية الكمباني. ما أنا أستاذ، أنا أعطيتك مثال على الأمر. طبعا الأغذية مهمة، لأنه أنت الهايجين مثلا الشركات اللي كنا شغالين فيها مثل عندك كامس، يعني شون كمان يروح يشيك على الأغذية على الأطعمة. الهايجين قلت لك، انا اعطيتك مثال كيميكال، انك انت اكسبوجر لكيميكال، شايف شو؟ الاغذيه نفس الشيء، طبعا هي تعتبر ماتيريال الاغذيه، صح؟ اليوم هذا الكيميكال هي موضوع باعتقادي هي خارج موضوع الهايجين، هي موضوع الهازارد بالنسبه للاشخاص، بالنسبه لصحته هو، في غير الهايجين هي موضوع الاكل والشرب والتنفس اكثر ما يكون موضوع الكيميكال. انا شوف الكورس، انا عملت ثلاث كورسات في عمان من معمل الحديد، جاء بس عباره عن هايجين، جاني دكتور، وبالكي ام بي سي كمان اجى دكتور، وناقشته بالامر هذا لانه كان كورس خمس ايام تقريبا طبعا، وانا من خلال خبرتي الموجوده في مكتب ابو ظبي كان مخصص في دكتور طبعا يسمونها IH اللي هي Industrial Hygiene، وذكرت المحاضرة عندي كان أبعث لك إياها. فهو يشوف كل الأكتيفيتي اللي تعرض عليها. اليوم أنت اليوم شغال في فرن حرارته 1200، طيب أنا كيف بدي أعمل أي أكتيفيتي وأنا الحرارة هاي عندي 1200؟ أحيانا الكيوت هي الزمن، هو التعرض الإكسبوجر، كيف بدي أحسب هذا الإكسبوجر وإيمت أوقفه وإيمت أمنعه؟ يعني الاغذيه، يعني كل الاكتيفيتي اللي قوم عليه. هلا مثلا عندك ابو ظبي ولا بالخليج كان الحراره الظهر وصل فوق 60، يقول لك وقف امنعه، مين يمنعها؟ فالامر الهايجين هو هذا موضوع يتعلق بالفت على الصح، يعني الاكسبوجر، يعني اللي تتعلق الموضوع التمبريتشر وهاي الامور تتعلق بالفتيج والميتيجيشن للفتيج، موضوع الاسترس، وموضوع هذه مواضيع تتعلق ب يعني بصحه الانسان اللي هي تتعلق بتعرضه للمخاطر، الموضوع اللي هي الحراره، الموضوع ساعات العمل، موضوع مثل الاتش تو اس، كم فيك تشتغل انت في البي بي ام اربع ساعات من ساعات. تماما يعني صار عندنا بارتيسيبيت، يعني صار، يعني هو اكيد مو فقط الهايجين هو اللي يمنع ويقرر، وكمان انه يدخل بعمليه الميديكال تشيك. كيف انا اليوم اشيك على ماده انها اليوم زادت، سواء تتعرض انت راديشن، سواء تتعرض، مين ياخذ القرار؟ مو هو الدكتور راح ياخذ القرار بهالامر هذا. كلام صحيح 100%، لكن نحن كمدراء يعتبر كانجينير هو الليدرشيب، فالليدرشيب انا عندي في الموقع عندي اما ميديك اللي هو ممرض او طبيب. ايوه الطبيب مسؤوليته في الهايجين، لكن كانجينير دبل تشيك لازم ايوه تمام وراء طبعا الدكتور، يعني مو بموضوع الهايجين، يعني بالتوازي مع الدكتور. اكيد انا قلت لك، لكن هو بالعاده يعني دائما الفوكل بوينت، نقول نسميها فوكل بوينت،
اللي هو مسؤول على الابسنس الغيابات لها، يكون دكتور يعني على الميديكال تشيك الريبورت اللي يجي، لانه اكيد انت يعني انا طبعا انا انا مثلا لما احنا انا اعطيت مثال على اتش تو اس، لما قال لي والله عد 500 يفقد حاسه، طبعا انا كانجينير كيف عرفت انه يفقد عندي حاسه؟ اكيد مخابر ودكتور هو قام بال او حتى حدد لي انه الاكسبوجر ليميت الكيوت كم، وال او كان يعني زمني او الوقت الاطول في منه كيوت في الكرونيك تبعه يكون اطول. انا معك، انا مؤيدك بالفكره، لكن الفوكال بوينت هو يكون دكتور، هو هذا القصد فين. لكن انت بالحفاره اذا خذيت انت موضوع هايجين انه مو شرط الدكتور، انت اكيد لازم يكون عندك تولز، لازم يكون عندي عشان اعمل تشيك على هالامر هذا. يعني انا كانجينير شو اعرف طلب الاغذيه والاطعمه ولا الامور؟ اكيد في عندك انت في تشيك ليست لازم بتمر عليها واحده، فتكون انت يعني انت هلا استاذ هلا بالمجمعات يجوز الحفارات، انا ما بعرف الحفارات يجوز لانها وضع خاص ما يقدر يبعثه كل مره، لكن بالكامس لما يكون عندك 500 600 800 موظف في الشركه كان في عندك مسؤول شخص. وطبعا للاطعام ما مو شرط يكون دكتور، انا حتى اللي شفتهم واحد كان الماني ما كان الباك جراوند تبعه دكتور، لكن لما تروح كسيفتي ك اتش اس اي كان في قسم في دكتور، وبالكي ام بي سي كمان مرت علي وبال يعني من خلال خبرتي انا بالتدريب انه جاني اكثر من شخص كان يقول لي انا خيو حتى انا متخصص بالاي اتش بس فقط. فلما صار الحوار انه شو تعملوا انتوا، قال مثلا تابع الامور هاي اللي نقلتها اليك، يجوز في امور ثانيه انا ما بعرفها، شايف شو ممكن فكر على الكي بي اي استاذ من فضلك استاذ. الكي بي اي طبعا الكي بي اي اليوم انا لما اعمل مونيتور مثلا على ايش كي بي اي، هو الكي بيرفورمانس انديكيتور. الكي بيرفورمانس انديكيتور مثلا عندي اكتف وبري اكتف. طيب شو البري اكتف وشو الاكتف؟ ناخذ احنا مثال مثلا كيف انت اليوم تعمل كي بي اي للسيفتي انه عندك انت كام. طيب هل البري اكتف قبل ما يصير الحدث والحوادث، قبل شوف حتى المانجمنت انفولفمنت تغيرت شوي. قبل كانوا يقيموا السيفتي من خلال حوادث، انا الشركه تبعي اشتغلت انتجنا 100 مليون ساعه عمل بدون اي اصابه، معناته انا الكي بي اي تبعي 100%. لا اليوم هذا تغير، البري اكتف صار في عندي ما يسمى بالسيفتي كلتشر، صار في عندي بالاوديت، صار عندي بالانسبكشن، صار عندي بالبروسيجر، هاي كلها بري اكتف يعني بالبريفنشنز. طيب لما صار الحوادث شو صار عندي؟ صار في عندي الاكسيدنت ريت، شايف شلون الابسنس الغيابات، صار في عندي يعني بعد الحوادث يعني في امور كثيره انه ممكن انا اعمل عليها بروسيجر تقييم حتى احدد انه الكي بي اي تبعي. طبعا الكي بي اي كمان كان طبعا هاي الكراتيريا اللي تنحط من حيث السيفتي كلتشر، من حيث الاكسيدنت ريت، من حيث الانسيف اكت، من حيث النيرمس، من حيث هاي كلها كراتيريا تنحط عشان تقييم بالنهايه تقييم الكي بي اي. طبعا احنا الكي بي اي لكل للكواليتي يختلف عن الاتش اس اي، الانرجي يختلف حسب الاوبجكتيف اللي انت تقوم فيها، لكن كونك احنا في اتش اس اي بهذا الشكل. طبعا كان يحسبوه كمان من خلال الموتيفيشن، من خلال الاتش اس اي اوورد اللي انت تحطها، شايف يعني تقريبا هذا الشكل. يعني ستاندر هو استاذ عمر، هو ستاندر بيصير التقييم عليه صح؟ الكي بي اي يعني لكل شغله فيه له كي بي اي تقريبا، للكواليتي، للاتش اس اي، للانرجي. هل الانرجي مثلا بس ناخذ ان شاء الله يسمونها الانرجي بيرفورمانس انديكيتور، قديش وفرت، قديش حطيت تارجت، قديش انت وفرت. الكواليتي شو الكي بي اي للكواليتي؟ هي الكاستمر ساتيفايد، يعني كيف انت ارضيت الكاستمر ساتيفايد. اليوم انا مدرب، مين الكاستمر تبعي؟ الطلاب.
اليوم انا مثلا مؤسسه شو الكواليتي تبع الماتيريال اللي اقدمها. فكل قسم كان له كاستمر وكيف انت كيف تعمل ممكن يعمل من خلال الفيدباك من خلال السيرفي اللي تنحط عليها. يعني اليوم انا مثلا ممكن اعمل كي بي اي على المحاضره تبعي. طيب انا راح اقول كنا نعملها بشكل سيرفي صح. السيرفي هاي كان عندنا هناك سيفتي مانجر كندي تركي سبحان الله له عدا بعض الاقسام ما يحبوه. تعرف دائما السيفتي هاي طبعا تعتبر كلتشر. انا لفتره يمكن طويله قضيتها بالشركه وحط السيفتي انه كلام بس توك. يعني تيجي تقعد مع واحد يقول لك شو هذا السيفتي بس. يعني حتى لما من خلال شغلي هنا مع الليبيين الاخوه الليبيين يقول لي يا اخي السيفتي بس واحد يقر. يعني يجينا مصري حاطينه سيفتي هو لا. هذا كلتشر طبعا كلتشر ماخوذ انه على السيفتي دائما. السيفتي هو احيانا زخم كثير من المعلومات لكن بدون ما توصل بشكل سليم. فكان لما يعمل سيرفي شو يعمل انك يحط لي كراتيريا اربع كراتيريا كيف خدماتي لك انت طبعا هنا هلا بالسيرفي المفروض ما يسجل الاسم فصار يقيمها من واحد مثلا الى خمسة. لما تعطيني واحد معناته تعطيني انت فير. لازم تسجل لي اسمك وتذكر لي ليش باي نقطه انا قصرت. طيب لما تعطيني انت خمسة معناته انا اوت ستاندينج كمان. شو اللي خلاني انا اوت ستاندينج؟ شو قدمت لك انت كاستمر؟ كذلك الكي بي اي وهالامور هاي شايف شلون. فصار لها كراتيريا تنعمل عليها من خلال فيدباك من خلال السيرفي من خلال الاوديت. الاوديت لما انا اعمل عليك اوديت انت عامل لي حاط لي اوبجكتيف حاط لي اوبجكتيف اني لازم انفذ بالربع الاول 25% الربع الثاني 50 بعدين من الاوبجكتيف اللي انت جيت انا عملت عليك اوديت انت حاط اوبجكتيف وانت منفذ منها. هاي اثرت على الكي بي اي. يعني كمان الاوبجكتيف والبلانينج اللي انت تحطها واذا ما نفذتها طبعا ممكن اذا انت ما تنفذها لاسباب انت ما يسمونها ظاهره يعني مو بايدي ما تاثر انت لانه في اسباب كم توضح انه ليش ما نفذت الاوبجكتيف اللي انت اوريدي عملت عليها بلان. الله يعطيك العافيه. الله يسلم. في عنا تمام شباب سؤال قبل في سؤالين لسه من الاستاذ محمد جقمغجي كمان. اهلا وسهلا محمد تفضل اطرح الاسئله تبعك. بس استاذ محمد حطت ميوت لسه بدك اني ميوت. عفوا ايه تمام. هلا حضرتك استاذ ذكرت انه المخاطر ما عم تندرس بشكل جيد خلينا نقول ببناء الابنيه بتركيا. حابب بس هيك اخذ بعض الامثله بشكل عام. حضرتك ذكرت مثال بس يعني نسيت ما ايوه ايوه والله هسه تشوف الكونستراكشن طبعا يكون السيفل انجينير هم اقوى لكن انا مقارنه بادنوك لما كنا بأدنوك وإحنا ساكنين بأدنوك يعني في لجنة سيفتي من الشركة تيجي. طبعاً السيفتي هذا كان بيشيك على مثلاً شو في بطبخ من معدات أطفاء. طبعاً هنا الأطفاء تعتبر ميتيجيشن في بلانكت في بطانية في في سي أو تو سيلندر في أو سيلندر طفاية تبع سي أو تو ولا البودر ولا هاي كان يركزوا عليها ويجوا يعملوا عليها إنسبكشن. كمان يعملوا مثلاً على تشين السلاسل الموجودة على الأبواب وعلى الشبابيك. اليوم الشباك يعني هم حاطين بمستوى الطفل ومو عاملين أي تشين يعني من تحت لا سلسلة حتى الكواليتي تبع الشباك إنه يعني مجرد تضربها هيك كأنك تروح يعني. فمن هالناحية هاي أنا أقصد لما تعمل أنت كونستركشن لازم يعني الفاولينج طبعا هنا الهازارد هو فاولينج سقوط. واليوم هذا كل يوم احنا يمكن ما في اسبوع الا نشوف نسمع طفل سقط او احيانا يصوروه. حتى امس من اسبوعين شفت طفل سوري حرام. فما بيحطوا هاي الامور هاي يعني حتى البلكون يحطوا لها تشين يعني او يحطوا لها مثلا يمنع ان الطفل يقدر يسقط. فقصدي من هالناحيه هاي يعني.
تمام استاذ الله يعطيك العافية. بتوقع ما عاد في أسئلة إضافية. فنعم. بس اقتراح يعني بس اقتراح. لازم. تفضل استاذ محمد تفضل. تفضل استاذ. استاذ محمد زعل الصوت راح من على السيفتي. ممكن تعيد من الاول استاذ محمد لانه الصوت راح. الله يعطي استاذ عمر الله يعطيه عافيه. فكان اعطانا لمحه سريعه عن موضوع السيفتي بشكل عام، لكن كل كلمه هو كان يحكيها هي توبك او موضوع يناقش في السيفتي. فحتى يكون كانجينير نحن ديب حتى ندخل في موضوع السيفتي، فانا عندي اقتراح مثل موضوع انه الله يعطي استاذ حسان عافيه على موضوع موضوع خلينا نقول ويكلي او كل اسبوع، بحيث انه الانجينير الله يبارك فيه كبيره ممكن تتخرجين جداد ممكن ياخذوا يعني ارضيه قويه عند العمل في موضوع اي موضوع عمل. عندما تكون انت قوي في السيفتي فانت قوي في اختصاصك، تكون واثق لما بتكون بالسيفتي قوي انت، هذه اول خطوه لتكون في اختصاصك قوي. فهذا موضوع يعني جدا مهم لكل انجينير ما بترول ولا غير بترول. اي انجينير ضعيف في السيفتي في عنده ويك بوينت قويه جدا. ما بعرف هذا عندي اقتراح يكون حتى لا اقتراح جيد جدا اقتراح رائع والله يعطيك العافية. ونحن مع هالكلام هذا 100% وإن شاء الله ورح ننظم هالكلام بحيث إنه كل الناس تستفيد. وأنت طبعا أستاذ محمد كمان خبير بمواضيع السيفتي مثل أستاذ عمر، ونحن نعتز فيكم والله بهالمجموعة ونشوف حالنا فيكم يعني. الله يسلمك أستاذ. هو أستاذ محمد صح طبعا أنا لما حطيت العنوان المفاهيم الأساسية أنا بعرف إنه شباب يعني معظم الشباب اشتغلوا في مجال سيفتي ومجال، لكن انا كمان اخذت بعين الاعتبار انه في شباب جدد في شباب من غير هذا. انا حطيت هاي التوبك حتى هي راح تكون ان شاء الله لمحاضرات جايه يعني. تفاصيل السيفتي طويله هي شايف شلون، يعني ممكن هازارد واحد احنا نعطي محاضره عليه، احيانا اعطي يوم كامل على هازارد واحد. يعني مثل عندي الفيزيكال هازارد، فيزيكال هازارد كنت بعطيها يجيني كورس فيزيكال هازارد بس 5 أيام وباليوم 4 ساعات. يعني دائما التفاصيل في، لكن الحلوة بالبرزنتيشن أو الأربعين دقيقة أو الساعة هاي إنك تختار أنت الكور ويكون هذا مناسب لكل المستويات، لأنه في ناس يعني صح في ناس ما عندها يا أخي awareness بالسيفتي. وحتى أنا كمستوى شخصي بحكي، أنا يمكن لفترة ما كنت أعرف شو risk وشو hazard وما أعرف شو accident وشو incident، لأنه ما كان شغلتي. ولما كان يجيني إيميل من السيفتي بعمله cancel أو delete، ولما أروح أحضر محاضرة على السيفتي يعني ما أخذها حاطها priority 10. لأنه لكن لما أخذت نيبوش وصرت أضطر أني أدرس وصرت شفت الأمور، لا حتى كمسؤوليات لما جينا ترفعت على مستوى أكثر مثل سوبرفايزر أو إنجينير، فصفة لما نتصمم شغلة لازم ندخل فيها السيفتي، لازم تعرف لي حتى تكون سيف كبروسيس أو كأوكوبيشنال. فمثل ما قال أستاذ محمد 80% أنا المحاضرة تبعك مهمة جدا انك تكون هي بداية، ما فيك تبدأ على الامور كمان يعني لا يقل اهمية. في شباب كتير يعني خبرة عالية ممكن التجمع بإذن الله
يمكن ما صوت استاذ محمد. اوكي يمكن انقطع الاتصال مع الاستاذ محمد، في مشكله بالصوت. على كل يعني مثل ما حكى الاستاذ عمر، نحن هي بدايه ونحن كنا حريصين انه الموضوع يكون شامل لجميع الاختصاصات وجميع المستويات. فمثل ما قلنا انه هو في تعريف وكمان في ريفرشمنت للمعلومات. اذا بتسمح استاذ عمر في سؤال اخير، ناخذ اخر سؤال اخر مشاركه من الاستاذ محمد شقمغشي كمان وبعدين نغلق الحوار. تفضل استاذ محمد. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه استاذ. هلا انا بس في سؤال، هلا انا بس تشكل عندي هيك في شيء مو واضح. شو هي العلاقه المباشره بين الادمنستريشن كنترول والسيفتي؟ يعني مثلا شو علاقه الورك بيرميت بالسيفتي؟ يعني انا ما بس هي جزئيه ما توضحت، حابب هيك استفسر عنها. ما احنا لما نقول احنا ادمنستريشن كنترول، الادمنستريشن كنترول مثلا عندي الورك بيرميت، يعني الورك بيرميت اليوم لما يقول الورك بيرميت هو مجموعه من الاجراءات انت تتخذها. طبعا الورك بيرميت هو للصيانه، شايف انت اليوم تعمل صيانه. الورك بيرميت معناته الصيانه شو تحتاج؟ خاصه تحتاج عزل، انك تعمل ميكانيكال ايزوليشن، الكتريك ايزوليشن. يعني اليوم لما تروح انت تشتغل في محطه كهرباء او تشتغل على قاطع او اتفاضل، شو لازم تعمل انت؟ طبعا ورك بيرميت، طبعا حتى الورك بيرميت له كراتيريا انه لازم تكون انت اوثرايزد انك توقع البيرميت، تكون سواء كان سوبرفايزر ولا اونر ولا اسيت. الورك بيرميت هذا لحاله يعني لو طبعا حسب الشركات اللي قائمه فيه، سواء كانت على مستوى الشركه، ناخذها على مستوى كونستراكشن، يعني على مستوى اليوم انت عندك اكثر من، عندك انت اليوم تيم، عندك مثلا على مستوى الصيانه. طبعا احنا طبعا الورك بيرميت دائما يحتاج لعمليات اكثر شيء للصيانه، يعني لازم يكون انا، يعني انت اليوم تيجي مثلا تشتغل صيانه بدون ما تخبرني كأنا اونر كأنا اسيت، انت ما عندك، يعني طبعا مجال الغاز والنفط جزء امر يختلف لانه انت ما عندك خبره شو موجود بهال اللي انت عملت له صيانه. انت عملت اليوم عملت على مضخه من المضخات، ما تعرف شو الماده الموجوده فيها، هل غاز عفوا، هل مثلا اويل، هل كيميكال، هل دائما مين الاونر يسمون هو اللي يعرف هذا الامر. فانت لما يعمل صيانه لازم يكون في عندي ورك اوردر. الورك اوردر يحتاج انه اذن عمل مشان اقوم بعمل الصيانه. فصار نوع من الاجراءات، يعني صار نوع من الادمنستريشن كنترول على العمل. كثير حوادث صارت، حوادث مثل عندك بايبر الفا. بايبر الفا هي محطه بحر الشمال، شالوا فالف يسمونه بي اس بي فالف لاحد المضخات اللي تعمل انجكشن للكونديسيت بدون ورك بيرميت وبدون ما يخبروا. مضختين شغالات، واحدة ستاند، جت الشفت الثانية، الشفت الثانية تصور يفكر انه البمب موجود شغال، البمب جاهزة، وقفت البمب الاي، قام لا طوعيا شغل البي، فكرها انها جاهزة، فعمل بلايند، هو شال البي اس بي وعمل بلايند، فصار ليكت المحطة كلها راحت. كانت الخسائر 167 شخص، واكبر منصه يمكن بالعالم هذاك اليوم، ما اعرف اذا 1988 صار منصه كامله بحريه نتيجه انه ما كان في ورك بيرميت. وطبعا الورك بيرميت كمان ما كان في شيفت هاند اوفر. الورك بيرميت دائما هو ريكورد، يعني ريكورد واجراء احترازي انك تعمل كنترول على الهازارد الموجود، يا بالعزل، شايف. احيانا البيرميت ورك يرفض لانه ما عندي مجال اني اعزل لك او ما اني اعمل صيانه، اجلها لوقت اخر. هاي الفكره يعني بالورك بيرميت. الورك بيرميت له انواع طبعا، يعني مثل لما تحفر حفره، اعطيك مثال، تعمل انت اكسكافيشن حفريات، طبعا ما تعرف انت تحت هذا الارض اللي تحفرها في خط غاز ولا خط كهرباء ولا، فتحتاج انت ورك بيرميت اذا تروح على البلديه على السيفل شو تحت هذا، راح يقولوا لك في كذا، في خط كهرباء، معناته لازم تعزل الكهرباء. فانت بهالحاله عملت كنترول، شايف شلون؟
لكن إذا حسبت الإفكتف تبعها تجي قبل الأخير، لكن هي مهمة. تمام أستاذ؟ يعني الورك بيرمت الحال ومحاضرة، إن شاء الله راح نعمل لكم محاضرة على الورك بيرمت. تمام، الله يعطيك العافية أستاذ، شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا جزيلا أستاذ عمر، عطيتنا أكثر من الوقت، يعني ساعة ونص طلعت، ولكن يعني ممتعة كانت، وبتوقع يعني أنا والأستاذ حسان كثير سعيدين إنه في مجموعة من الزملاء مو بس من لجنة البترول، يعني أنا عم شوف الحاضرين كمان من مجموعة مجال أخرى، هذا الدليل إنه قديش الموضوع مهم إن شاء الله، وبركي بحر فيه بالفترة القادمة الجاية. أستاذ حسان في شيء حاب؟ أنا والله يعني باسمي واسم كل زملاء باللجنة البترول والكيمياء، وباسم كمان مكتب العلاقات الاجتماعية، وباسم التجمع بنتشكر الأستاذ عمر كثير، ونتشكر كل الحاضرين، وإن شاء الله بنوعدكم بمحاضرات قادمة إن شاء الله نكون مع بعض. شكرا، شكرا لكم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا أستاذ عمر، بيض وجه والله. شكرا، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية يا مالك جميع، السلام عليكم.